جدا. طيب كابتن عبد الجليل، النادي الاهلي السنه دي موسم مش جيد واضح. تمام، تفتكر الموسم الجاي هيبقى عامل ازاي؟ او المفروض الاهلي يعمل ايه عشان يبقى الموسم اللي جاي افضل؟ دي يعني من واحد متربي في النادي الاهلي، التجربه بايجابياتها بسلبياتها صفحه بتتقفل. ايجابياتها حلوه، ريحتوا اللعيبه كويس، طلعتوا لعيبه ناشئين، ربنا ستر ان مهيبه الاهلي ما راحتش. يعني ممكن ماتش النهارده ده بتاع اربعه ده برضو بتشفي غليل الاهلاويه قوي، يعني ختام حلو للموسم للاولاد الصغيرين. ولكن الاهلي لازم يا كابتن تغيير. اول حاجه لازم مدير فني اسم كبير يليق بالنادي الاهلي، بطريقه لعب النادي الاهلي. انت لو بصيت على سواريش، مدرب كويس بس في وسط جدول ما يلعبش على بطوله. انا النهارده بقيت اتفرج على النادي الاهلي وهو متعادل. انت يا ريت لو عندك اللقطات، النادي الاهلي بيقابل من تحت الكره من بعد نص ملعبه، يعني ال11 يعني ما تفهمنيش غلط. ومش سواريش بيلعب بنفس الطريقه اللي كان عيد مراسيل بيلعب بيها اخر 6-7 ماتشات في المقصه بالظبط، كله تحت الكوره واستنى بقى حد يخطف كوره او ما يخطفش كوره. ده مش طريقه لعب النادي الاهلي. فلازم مدير فني قوي جدا، لازم اداره الاهلي دلوقتي حالا تجيب 4-5 صفقات سوبر تهدي الناس. لازم مع المدير الفني القوي نمره 3، ودي اهم حاجه، تغيير شامل في قطاع الكره كله طبعا. يعني ايه بقى؟ يعني كلجنه تعاقدات لازم تشوف حد تقيل يجيب لجنه تعاقدات، مع الاحترام للناس كلها نجحوا وخلاص، بس كلهم اجهدوا. مدير كوره سيد، انا بقول لك سيد، من احسن 4-5 مديرين على كوره على مدار ال 50 سنه او ال 100 سنه بتاعت النادي الاهلي. ولكن ليه الوقت ان يريح؟ لانه اجهد زي اللعيبه بالظبط يا كابتن، بقى متوتر. جهاز طبي عندنا مشاكل في الاصابات كتير، جهاز طبي. لجنه تخطيط او لجنه تعاقدات او لجنه كوره زي ما بيقولوا، لازم كل ده. واخر حاجه قطاع الناشئين، مش معنى كده ان خالد بيبو ما نجحش او، ولكن محتاج تدخل ناس تقيله في قطاعات الناشئين. انت احتجت للناشئين، كان ممكن تطلع قماشه احسن من كده برضو قوي. يعني كان ممكن تطلع قماشه من الولاد دي لو تحت. فالثلاث حاجات دي يا كابتن مهمه قوي، لازم التغييرات دي كلها تحصل. لو ما حصلتش وحصلت واحده منها وما حصلتش الثلاثه كلها، يبقى احنا ما عملناش حاجه. مفهوم، انت فاهم؟ مفهوم. طيب